عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف ألف عافية أولادي وبناتي، الله يعطيكم العافية. اليوم إحنا إن شاء الله رح نكمل مشروعنا اللي دائما شغالين عليه، اللي هو موضوع أسئلة الوزارة. ماشي حال. طيب أسئلة الوزارة وصلنا حديث صفحة أتوقع 82، نفتح مع بعض على صفحة 82. اليوم طبعا إحنا من عروس الشمال والسيد مساد معنا اليوم، والأمور لوز اللوز. مساد تعال. لا تعال تعال صديقي، تيجي ليش؟ بيعرفوني حافظيني. طب تعال قلت لا، طلاب عمان، بس طلاب عمان حابين يعرفوك، شوف حابين يشوفوك، ما بدك يشوفوك، بس جندي خفي، جندي خفي. لا مش حاطط على راسه، بس هي الفكره هيك. لا خلاص طيب العافيه. فاليوم ان شاء الله وصلنا عضل الامتحان، هو الفصل الاول، راح نحله مع بعض بهدوء وبرواق ونشوف. شباب اربد بجننوا ما شاء الله عليهم، فاحنا لما نيجي نعمل اللايف عندهم بكون جو هيك حلو كثير قبل الحصه، فدائما هيك. طيب قبل ما ابلش طبعا لايفنا الجاي، لانه صار في عندهم ضغط، لانه فيش غير استوديو واحد هون يا جماعه، راح يكون بايش اللايف تبعنا على الساعه 6 ان شاء الله الاسبوع القادم. اللايف راح يكون على الساعه 6 لانه في ضغط كثير عندهم في اللايفات، فاضطريت انا نجور شوي عليهم وناخذ من وقتهم ان شاء الله تعالى. نيجي بسم الله على بركه الله. كالعاده اتفقنا دائما يا برد عليكم عشان نشتغل صح بدنا نطلع دائما على الخيارات. بطل الخيارات، هيربر ريميدي، وايت بورد، فلابي ديسك، سيكريت ستينكس. اذا معناها معاني كلمات، كلمات مختلفه. ماني كلاس رومز ان جوردن، ماشي حال، يوز از ا كمبيوتر سكرين. اذا اول خطوه هيربر ريميدي مستحيل. احكي عن كلاس روم، طيب شو بيستخدموا الصف؟ بيستخدم فلوبي ديسك ولا سيكريت ستينكس؟ ما لهاش دخل سيكريت ستينكس. اذا صار عندي يا وايت بورد يا فلوبي ديسك. طب كشاشه شو بيستخدموا كشاشه؟ اذا عندنا، وكنا بنعرف كلمه سكرين، يعني الطالب بيعرفش انجليزي بيعرف كلمه سكرين، شاشه الكمبيوتر، شاشه اللابتوب، شاشه التليفون. اذا وايت بورد. طبعا يلا نسيت اقول لكم الاجابات. يلا يا وديع، وديع وديع معنا حبيبي، وديع اجابات بدي، يلا بسرعه. الصوت يا استاذ، الصوت لا واضح، واضح جدا الصوت صح؟ خليني اتاكد يا زينه عشان هنشوفه. صوت واضح، اي سم بدن الحكى مش واضح، مش غلطان. نيجي هون the government's project shows its شو اعطاني هون سؤال derivation. طب its تذكروها يا الله محلاها، اذكركم في its وفي its صح؟ هاي بيجي بعدها adjective، هاي بيجي بعدها noun، هاي ضمير صفة. طب وين النون؟ commitment I was in government صح؟ بعدين بين هاي verb، هاي adjective وهي adjective. طيب نيجي هون السؤال، هون مبين 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 انه برضه سؤال derivation صح ولا لا؟ طيب شو عندي هون؟ must food taste better when it is cooked in a، بعد a بيجي عندي noun، في عندي oven فرن noun، اذا بديش قبلها ايش؟ adjective. تعرف طول adjective؟ يلا هاي الادفيرب، وينه هاي؟ جيم ال y اعطاني conventional، خلاص انتهينا. نيجي هون مبين معاني كلمات، وهون حلو كثير red handed white elephant seeing red و self confidence. It's important to encourage young people and help them develop. الطلاب شو نطور عندهم؟ نطور عندهم seeing red. ايش عن seeing red؟ متلبس بالجريمة، ممتلكات عديمة الفائدة، ولا متلبس بالجريمة هون؟ او صرت seeing red معصب وred handed متلبس بالجريمة؟ لا اكيد self confidence. بعدين بين من الشباب، هذا صار اخذنا الفصل الاول. If something seems very strange we sometimes it is. يلا هون برضو انا معني كلمات، هل لما واحد يحكي اشي strange غريب هل بكون حساسية ملاريا غريب ولا كما؟ أكيد إيليان. أظن هذا الامتحان كان جدا سهل وبسيط يا برضا عليكم. يلا نجعل بعدها stop using your as an alarm clock. alarm clock شو هو؟ هل تستخدم الصداع النصفي، العمليات الحسابية، ولا علمة المرض؟ أكيد سمارت فون. سمارت فون اسمه أصلا صار منبه وكل إشي وتلفون وكاميرا نشوف. هون برضو عندي كلمات مختلفة. astronauts use special breathing. ماشي حال. astronauts علماء الفلك use special breathing. إيش شو بيستخدموا؟ جهاز للتنفس، بروستاتيك صناعي، apparatus جهاز، جيومتري علم الهندسة ما لهاش دخل، وماثماتيشن رياضيات. إذا يا ما صناعي يا ما جهاز، إذا بستخدم جهاز إذا breathing apparatus. بعدين نحكي بمنطق، breathing هاي برضه عليك عبارة عن adjective، والadjective بيجي بعدها noun، إذا apparatus. هاي أول صفحة، الصفحة اللي بعديها مبين هون أسئلة التنسز باي 2025، اذا مستقبل كم جمله فيها مستقبل؟ ول خلص خلصنا، ما فيش داعي اشك حالي. للاسف بعض الطلاب بخربطوا الدنيا. طلع الخيارات used to، شو اعطاني هون؟ the hot weather. اذا the hot weather هون عباره عن اسم، used مستحيل، didn't use مستحيل، لان هاي بيجي بعدها فعل مجرد. يا ار يا اس جوردانيان جمع، اذا ار. بس بدهاش اكثر من هيك. after the exams قاعده after، شو بيجي بعدها؟ هاد زائد تصريف ثالث، هاد فينش، هاي بدها الشطارة. يلا
نجي هون. It was a customs ايش officer. Officer إذن عاقل. إذا دخل هو. والله صف رابع إجهض بجاوبه. Safe works in a bank. شو هاي طالب مني؟ Reported speech. نجوى said that. أو بدون ذا. يلا. Safe. Works مضاد تحط ماضي. Works صح. Works لا. Has لا. Had لا. إذن جواب إيه. Dad wishes his car. So dad washes his car every week. أشو هاي؟ بسل. يلا. Dad's car, his car. أشطب ورجع. مفرد إذن تحط is. Where غلط. Was غلط. وآر غلط. إذن هي is ومضارع. بس تذكر اشطب وارجع فيش فعل مساعد يا مضارع يا ماضي مضارع اذا يا اس يا ار ام كار مفرد اذا اس بس اذا صرنا نفهم هاي شغله سهله نطلع هاي الجمله therefore despite in this way as a consequence تاخذ هاي الجمله تطلع عليها جمله فعليه او اسميه في ادوات الربط the recent advances in technology لا يوجد فعل اذا على السريع despite قلنا هاي بتاخذ جمله اسميه نيجي هنا ايش على الكتابه يلا شو عنده هون كلمة وبعدين في آخر شيء آخر شيء بتيجي نقطة إذا هاي منطق هاي لا طيب last night's show offers advice on how to avoid طب هون أعطينا علامة السؤال لا هون علامة التعجب لا إذا الجواب بي طلعوا من النقطة عرفتها برضو كمان كتابة identity طلعوها IDE IDE IDI IDI هون أكيد ID هون غلط و IDI هون غلط لأنه I برضو هون لازم يكون عندنا E صفت هاي أو هاي TI T-I, T-I, إذا نجاوب هاي. هاي رح علمكم يا طريقة حلوة كثير وسهلة وخدناها. نجي على القطعة، قطعة مصدر سيتي، يلا، السريع. صارت مصدر سيتي من كثر ما أجت شايفين كثير أجت في الوزارة. ما تقول إنه في قطع ما بتتكرر يا جماعة، ولا القطعة بتتكرر وموضوعها جدا سهل وبسيط. يلا، نشوف مع بعض. There are two reasons for designing mega projects. Write them down. أيوة، عشان نصمم المشاريع العملاقة، إذا بنحكي عن المشاريع العملاقة باخذ أول سطر. ماشي حال؟ أو أول فقرة يعني. شو أسباب تصميم الميجا بروجيكس؟ الله على الميجا بروجيكس are extremely large investment projects which are designed to يلا A encourage economic growth النمو الاقتصادي صار جايبينه كثير هذا السؤال and bring new benefits to citizens هاي جواب السؤال الأول طيب خلنا نحط عليهم A و B خلنا نجاوب السؤال مباشرة إذن هون نجاوب السؤال مباشرة هي السؤال الأول قديش عليه علامات السؤال الأول؟ يعني عليه بقول لنا قديش السؤال الأول عليه أربع علامات حرام نضيعه The text provides many examples of mega projects. بده أمثلة على الميجا بروجكتس. أظن كمان أخذنا هذا السؤال وأجا في الوزارة برضو أكثر من مرة. الأمثلة يلا. هاي. Motorways, airports, stations, tunnels, bridges to entire city complexes. هاي السؤال الثاني يا جماعة. قديش طالب هو منهم؟ طالب قديش؟ Write down two. بس اثنين. نحن كتبهم كلهم. Write down the sentence which showed that the present inhabitants of mother city. Present inhabitants يعني inhabitants سكان بده سكان مصدر سيتي مين سكان مصدر سيتي؟ طلاب طلع شو عمل؟ قام كلمة present حط اللي بدلها كلمة current وبدل كلمة inhabitants حط اللي بدلها residents The current residents of مصدر سيتي are all students at the مصدر سيتي of science and technology university whose students are fully committed to finding solutions to the world's problems هذا كل هالفقرة هاي عبارة عن سؤال رقم 3 باخذ الجملة كاملة لأنه فواصل ما بوقف عندها بكمل الجملة هذا السؤال أجا أكثر من مرة في الوزارة وكمان أجا بطريقة تانية كثير سهلة فكلمة present inhabitants مبينة لمصدر سيتي السؤال بعدين الرابع إذا شايفين إذا الموضوع جدا سهل وبسيط find a word in the text which means the state of being unable to continue forever هذا السؤال فيه كان خطأ من الوزارة المفروض مش كلمة unable المفروض كلمة able لكن خطأ مطبعي لأنه ما بتزبط unable لازم يكون able بس لكن الطلاب يمكن ما انتبهوا لا اذا هون الجواب ايش بيكون for a long time اذا sustainable لانه اشي مستدام جميل جميل جدا سهل what does the underlined pronoun it راح ندور على it ونشوف شو فكرة it يلا جماعة التعليقات كيف الطلاب بيجاوبوا معنا كويس الامور ولا ما بيجاوبوا الطلاب بيجاوبوا نشوف التعليقات الكل بيجاوب ولا لا كل بيجاوب معنا لا ممتاز ممتاز ايوه بدنا كل يجاوب يكون معنا اول باول يعمل عليكم طيب ات نشوف الضمير ات وينه ات هي ات ات از كومبليت 25 تو 2025 2025 اذا بيحكي عن مين عن مصدر سيتي
يعني مبين السؤال رقم 5 مصدر 6. A similar project to Mazda City would be successful in Jordan. Suggest two advantages of such a project. هذا السؤال موجود نص حرفي في الكتاب، يعني مش بدي اتشاطر عليكم وانا اجيبه. شو بحكي لنا يا جماعه؟ مشروع زي Mazda City رح يكون مفيد جدا في الاردن. بتتذكر شو حكينا؟ انه بنعيش الناس في منطقه نظيفه وبيعمل استثمار للبلد، بس بكل بساطه. واجابته احنا حكينا عنها وموجوده. موضوع التعبير. التراديشنز العادات اند كاستمز والتقاليد ميك جوردن يونيك، بخلي الاردن مش منطقه فريده. اند ار وان اوف ذا مين ريزنز ذات فيزيتورز جاست كانت ويت تو ريتيرن. وكثير ناس بتروح بتسافر الاردن بتروح بترجع الاردن مره ثانيه، بقول لك عاداتنا وتقاليدنا شيء حلو كثير. رايت ان ارتكل ديسكرايبنج التراديشن، اعطينا مثلا احنا عاده وتقاليد عندنا فروم يور كانتري من بلدك ذات يو وود لايك بيبل فروم اذر كانتريز تو ادوبت ان يتبنوها يوزنج سبيسيفيك ريزنز. بعطينا امثله عليها. هون الفكره اخذها من وين؟ من قطعه يا جماعه انيتا، انه حكت عنا انه الناس هوسبيتابل، كرم ضيافه. في عنا هذا حكي بس بوريكم الموضوع. اونلاين شوبينج، التسوق من خلال الانترنت، اظن موجود الفصل الاول. از بيكامينج بوبولار اند هاز بيكام ان امبورتنت بارت اوف ماني بيبلز لايفز فور فيريتيف ريزنز ناو ديز. رايت ان اس اكسبلينينج ذا امبورتنس اوف اونلاين شوبينج، اهميه التسوق خلال الانترنت. واعطيني الادفانتجز ديس ادفانتجز. من وين جابوه؟ من وين جابوه؟ مش من الكتاب؟ وكتبنا الموضوع وموجود في الكتاب وتيجي تغلط لي فيه؟ والله مصيبة يا جماعة، والله ما بيطلع موضوع برا الكتاب. حتى هون حطونا فكرة العادات والتقاليد، جابونا يا إيش من فصل الثاني. خلينا نروح نشوف الإجابات. هاي الإجابات هون اللي جاوبناها مع بعض، أمورنا 100% ماشي حال. بس بهمني سؤال الكريتيكال ثينكينج، هيو I think that mega project like Mazda City would be very successful in Jordan. It would encourage investment. هي بتشجع الاستثمار in the country and benefit the population by providing an environmentally friendly space for people to live in. هاي بس. ولازم نهتم انه ما تطغى على ايش اسمه، ما تطغى على الطبيعه والحكي. طيب موضوع التعبير هون بدنا نناقشه مع بعض. اونلاين شوبينج، most people believe that online shopping is a great advantage while other people think it has its advantage. ما كتبنا صح؟ اعطينا ايجابيات الاونلاين شوبينج. اظن ما هو اصلا موجود في الدوسيه. شو مالها؟ that consumers find it the easiest way to buy what they need. خدنا the prices are cheaper when you shop online and finally it can save time. والله موضوع سهل وبسيط ولطيف، واخدناه نص حرفي وكتبنا وموجود في الكتاب وكتبناه وحكينا عنه. on the other hand other people، بقول لك في طلاب بيبعثوا لي استاذ والله الموضوع بتعطيني اياها ما بتتوافق مع اسئله الوزاره. طب ايش هذا؟ كيف ما بتتوافق مع اسئله الوزاره يا جماعه؟ كيف؟ ام دفهم كيف؟ هسا طبعا جابوها النص حرفي، لكن لو قلت لك اعطيني ادفانتج ديس ادفانتج مثلا لايش؟ للسمارت فون. ما هي نفس المبدا. اذا هذا الموضوع احنا اخذناه وكتبناه مع بعض. نروح هنا، هذا عندنا فصل ثاني مستوى رابع ما بدنا نجاوبه، لانه هذا قلنا ايش؟ لما ناخذه كله مع بعض بنجاوبه. طيب انا ضمن مستوى رابع مبنية هنجاوبه بعدين. شو عندنا هون؟ خطة 2009. هون عندنا امتحان تكميلي. ايوه امتحان التكميلي كانت شوي مزعجة يا جماعة، بالباب خاصة في 2022. خلينا نشوف الأسئلة. يلا هون على الفصلين، إذا الفصل الثاني رح أجاوبه وناقشه بسرعة، إذا مر معنا رح نحكي عنه، ما مرش معنا رح نحكي أجله. Identity fraud, private settings, security settings, floppy disk. صرتوا تزهقوا من هاي الأفكار أنا بحكيها، ما دام كلمات مختلفة إذا سؤال معاني. illegal actions تصرفات غير قانونية، إذا عبارة عن إيش؟ identity fraud. صرتوا عارفين كثير وأجت في الوزارة أكثر من مرة. decades programs models generations إيه سؤال معاني. modern computers need special إيش to run. شو يعني run؟ هون قلنا يشغل. إذا الكمبيوترات هذه شو بتحتاج؟ لبروجرامز، لبرمجيات. برضو كلمات مختلفة، إذا سؤال معاني. it's important to encourage young people and help them develop. شو وهذا السؤال أجت في الوزارة أكثر من مرة. self confidence صرتوا عارفينه. اللي بدي اوصلكم اياه ملاحظين اللي بحل اسئله الوزاره معي راح يلاقي في اسئله كثير تتكرر، فيمكن تتكرر لك من هاي الاسئله اللي انا حطيتها من الدوائر. ديش ابالغ من 30 دائره يمكن تتكرر حوالي ما بين 7 ل 10 دوائر. يا زلمه مرقت عليك، مرقت عليك وتيجي تغلط لي فيهم؟ عيب عيب. صرنا هاي الجمل هذول الثلاثه حكيناهم صار بكررات اكثر من مره، لسه كمان اللي بعديه كمان تكرر. مصدر سيتي ويل بي ا بلو برنت فور فيوتشر. اذا بلو برنت لتخطيط لايش؟ لتخطيط للمدن. اذا اربن بلانينج. والله بدون مقرا صار الموضوع جدا سهل. طيب بليز دو نوت سنت. عندي سؤال ديريفيشن دوكيومنتس. نعم اذا بدي احط قبلي ادجكتيف اذا اوريجينال. طب شو عرفك هاي الادفيرب هاي ادجكتيف؟ صارت موضه قديمه هذا، نقدر نقول والله هاي ادفيرب هاي ادجكتيف هاي فيرب هاي نام، صرنا عارفينها. سيجنيفيكانت عباره عن ادجكتيف.
الادجكتيف شو بيجي بعديه؟ النون. وين النون؟ كونتراديكشن على السريع. environmental has increased dramatically over the past decades. هاي جمله جديده بحكي عن ايش؟ شيء بيئي. اذا هاي ادجكتيف. ايش بيئي؟ تراك ريكورد؟ لا، هاي لانه في الفصل في الوحده العاشره اللي هو سجل ايش؟ خبراتك. extraction استخلاص؟ لا. negotiable متفاوض؟ لا. اذا هي عباره عن awareness، الوعي البيئي زاد ايش عندنا في الفترات الاخيره. farmers in the Jordan Valley. هاي كلها عباره عن ايش يا جماعه؟ subject. subject شو بعديه؟ verb، لانه مبين سؤال derivation. وين ال verb؟ fertilize، انه ISE بتتذكروا. one of the good things about teaching young children is there. بعد there شو بيجي عندي؟ noun. وين النون؟ enthusiasm، صح؟ adjective. وهنا عندي adverb. I've got a huge feeling of. هاي من ايش؟ من الوحدة التاسعة. هاي الكلمة واحدة التاسعة، فأنا حشرح حاسة لأنه مش مطلوب ما وصلتوا معي فيها. I've got a huge feeling. عندك شعور في ايش؟ لما تكون تشتغل شغل كويس عندك شعور بايش؟ after hard work، بعد ما تكون عملت عمل شغل كويس. ان ايش؟ my graduate work. شو الشعور اللي عندك؟ هل هو شعور secure آمن؟ لا، مش انت مش آمن. rewarding مجزي؟ لا. conscientious عندك ضمير؟ لا، هو عبارة satisfaction، رضا عن النفس. لما تشتغل شغل كثير صعب وتخلصه اذا بكون عندك رضا عن النفس. وهي راح ناخذ هالجملة ان شاء الله. نيجي هون، دخلنا في ايش؟ دخلنا يا جماعة في ايش؟ في التنسل. ancient. ancient عايزة ما بدل على الماضي. in the ancient Olympic games winners. subject بيجي بعدها ايش؟ verb. طب استاذ هنا are awarded، اذا مستحيل انا بالمضارع. where منطق وwhere منطق وهذا مستحيل، صح ولا لا؟ طب كويس. طب where awarding ولا where awarded؟ عندي تنتين بسف، اذا هاي جملة بسف. وفي الماضي اذا where awarded، اذا الفائزين كانوا يمنحوا بداية. we the coach to come for half an hour. for عد معي مضارع تام مستمر وماضي تام مستمر وايش نشوف؟ طيب تراكب دحل المنطق. had been مش بعدين ing، غلط. have been مش بعدين ing، اثنين غلط. يا have been waiting يا has been waiting. we جمع، اذا have been waiting. تغلط لي غلطة زي هيك عيب، صح؟ واتفقنا هذا الأمور جدا سهلة وبسيطة. nowadays many doctors homeopathy. عندي subject وعندي verb. هنا كان فيها خدعة، لأن احنا قلنا لما يكون في عنا كلمتين verb مع تصريف تالت المفروض بسب. لكن لو طلعنا هنا many doctors، طب أول شيء nowadays where مستحيل وهذا مستحيل، يا consider يا consider. هسا هاي كانت الجملة صدقة للطلاب الأذكياء. بعض الطلاب قال استاذ ما أنت أعطينا تنتين، إذا قلنا تنتين بتكون بسب. بس لكن طلع subject verb، وهي عند الاوبجكت موجود. ما دام الاوبجكت موجود اذا ما بتضبط تكون بسب، اذا بتكون consider. ان الاطباء باخذ بعين الاعتبار الهوميوباثي، ماشي حال. available option this time next month. next month مستقبل، دور على المستقبل. ول خلاص انتهينا، بس بدهش اشي لانه have وhave وwhere ما بدلش على المستقبل. we are late by the time we get. by the time مع مضارع، اذا بحط برضه مستقبل، اذا we'll have left. باي مع مضارع اقرب للمستقبل. scientist designed system، سيستم غير عاقل، اذا which. the relative clauses. نيجي هنا على اسئله. دخلنا في الفصل الثاني اصل القواعد اخذناها. يلا ابراهيم doesn't like playing. doesn't like playing هي doesn't like ولايكس، اذا هنا عباره عن ايش؟ يلا عباره عن ايش؟ مقارنه افعال. as hard as ما اعطتكش اياها، و as popular as ما اعطتكش اياها. صفت يا as much as يا as often as. هنا بتدل على ايش؟ على الكميات. اذا as much as قلنا هذول الجملة لخبط الطلاب كثير. وانا يمكن حكيت انه بقدر اقول ابراهيم doesn't like playing volleyball as often as he likes playing tennis table tennis. برضو والله صح، ما بقدر اقول لك غلط. لكن الوزارة دققت على as much as وحكينا لطلابنا انه هنا اعطاك في حالة النفي وحالة الاثبات، هنا بتدل على ايش يا جماعة؟ as much as. طيب نيجي هنا which university is existing education institution in the world. عن كم واحد طرف بيحكي؟ عن طرف واحد يونيفرسيتي. اذا اولدر مستحيل واولدر ذان مستحيل، يا ما ذا اولدست يا ما اولدست. ذا بتاخذ ذا اولدست. هاي لسه ما اخذناها 19. وين ما تشوف وش بيجي بعديها دائما يا ماضي يا ماضي تام. طيب شو بدي اعمل؟ هاف مستحيل وهاف مستحيل وهاف مستحيل. هذا راح تاخذوها معي. اذا هذا ضن حتى لو مش عارف معنى الجمله. طب لو كان هذا ضن وهذا ضن بعدين نرجع للمعنى. هاي برضو في الوحدة العاشرة. we'll go to our favorite park on Friday. تعلمكم لعبة حلوة كثير. طاش عندي if وprovided that مستحيل. طب ليش if وprovided that مستحيل؟ لأنه بكل بساطة بحمل نفس المعنى. صفة يا وين يا أنس، وين أقرب للمعنى هون؟ we'll go to our favorite park on Friday it is closed. برضو وين بتحمل نفس المعنى؟ فطلع الثالث بحمل نفس المعنى، إذن الجواب أنس.
If public transport is a مضارع إذا تشاهد ثاني will أو مضارع. If public transport is efficient, people using their cars will be stopped. لا. Stop ماضي مستحيل. Would مستحيل. إذا إنه stop. يتوقف. I wouldn't have visited Cairo if. أنا قاعدة if. أعطاني would have مع تصريف ثالث. هاي تايب 3. تحط had زائد verb 3. And they have مستحيل و have مستحيل. يا had issued. يا had not issued. هون تعتمد على المعنى. I wouldn't have visited Cairo. مش راح أزور إيش القاهرة. إذا طلعت جواز سفر ولا إذا ما طلعت. إذا ما طلعت. hadn't issued. Your sofa will tell. الصوفة بتحكي. لا. إذا هون عبارة عن إيش. هذا أخذناه فصل أول rhetorical device. شو rhetorical device اللي هو أن الصيغ البلاغية. إذا عبارة عن إيش. personification. شو عملنا بكل بساطة. أعطينا اسم غير عاقل وأعطينا صفة العاقل. Because of the large inheritance. طيب هون أعطاني from his aunt. شاف طلاب زيد فكر هون لازم أحط إيش. لازم أحط هون إيش نقطة. أوعى هون زيد اسم علم. إذا because of ما دام أزيد بلشت الجملة بأداة ربط لازم يكون هون عندي فاصلة. إذا طلع هاي برا اللعبة وهاي برا اللعبة. يا هاي يا هاي. بدي أشوف كلمة inheritance كيف مكتوبة. NHA NHE NHE NHI. إذا NHE NHE. إذا هاي الجواب إيش عندنا inheritance وانتهينا لأنه هاي مع فاصلة. صح ولا لا؟ بس بكل بساطة الموضوع جدا سهل. نيجي هنا قاعدة وش. I wish I knew the answer. This sentence indicates. هل تبين؟ هاي مرة كنت أتناقش مع الطلاب على قصة. هل الزمن في الماضي يدل على الماضي؟ أكيد لا. طب كيف الماضي هاي؟ تشعط لنا present past past present. تعرف إنه وش لما يجي بعديها ماضي هاي رح نأخذها في درس الوحدة التاسعة. لما يجي هنا ماضي تدل على المضارع أو المستقبل. وهي مرة تحدثت فيها طلاب أسئلة قلت لكم لما بأول حصة بلشنا الفصل الثاني كتبتها على اللوح تذكروا قلت لكم يلا I wish I were صح؟ قلت لكم هاي أي زمان قلت لي ماضي قلت لكم غلط مضارع مضارع يا هاي يا هاي طيب هذا المضارع شو ماله؟ impossible impossible likely unlikely لا بكون impossible مع unlikely غير محتمل الحدود بس بكل بساطة طيب هاي أعلمكم إياها ونحكي عنها ليش أعطاني report to speech اللي بغلط يلا الفصل الأول يلا مها told me that. شو عندي هون؟ I. شو بدها تصير؟ she. I راحت she. طيب. bought ماضي إذا had bought. هون has مستحيل. هاي أصلا راحت لأنها I. وهون had bought. إذا هاي عندي تنتين had bought had bought. يا أي يدي. طيب. شو عندي my؟ شو صارت هون here؟ أعطاني هون my. إذا هاي ما غلط ما حولها. إذا الجواب إيه. كلمة كلمة بمشي. علي بن نافع who was born in 1700 the first music school in Cordoba. هذا عبارة عن كلس سنتنس. يلا. بدي أحط it was. أشوف. هاي it was. إذا أعطاني it was يكون الاسم هذا موجود. It was the person music school غلط. The person ما بيحكي عن the person غلط. The year ما بيحكي عن the year غلط. إذا شو بيحكي؟ The thing غير عاقل ذات علي بن نافع كذا. وفي الآخر بيكون the person music school. إذا جوابنا صح دي. جواب 28. مقارنة أخذنا. هذا حتى حليناه مع بعض. والله في الدوسية. شو عندك هنا؟ Less information in the book. وهون عندك on the website. إذا الأقل مين؟ information the book. إذن هنا الأقل مش هيك حلينا. في طلاب كثير بعتين على المواقع أنه أستاذ والله درس الكمبرزنس في عنا مشكلة. حاضر بعملكم فيه هيك مراجعة خفيفة إن شاء الله بننزلكم إياها على اليوتيوب وبتشوفوها إن شاء الله تعالى وبنعملها لايف وبنشبكوا على اليوتيوب ولا يهمكم بس الموضوع سهل يا جماعة. لس شو معنى لس؟ الأقل. إذن information the book الأقل. إذن هنا الويبسايت إيش الأكثر؟ يلا حلل مدام عطاكنا فيه صح؟ النفي هنا الأقل. طب information on the website إذا information in the website الأقل. طب هنا website شو أعطاني الأكثر؟ إذا غلط. The information in the book is more. على الكتاب حطت لي معها more. طب هنا إيش؟ أقل. إذا غلط. There isn't as much information in the book. In the book. وما حدا فيه. إذا هاي الأقل. إذا هاي الجواب الصح. بس بكل بساطة. طب in the website less؟ لا غلط. يا جماعة الموضوع جدا سهل. ما تعجبوا حالكم. Anan shouldn't have been careless with her essay. She got a low grade. The sentence which shows أو جد شاف similar meaning. هون عبارة عن قاعدة وش سمعنا في هذه التاسعة. شو عندي هنا؟ should have مع تصريف ثالث. بتحولها ل hadn't مع تصريف ثالث. حنين وش الشيء؟ hadn't بين صح. has مستحيل. had مستحيل. was مستحيل. لأنه منفية بتخليها منفية. هاي حالة خاصة. لأنه دائما إحنا في إشي قصة تانية مش عشرة خاصة. هك أنا بعدين. هاي القاعدة حلوة كثير. آخر جملة هنا. هدى left her map.
سو هاي قاعده في الوحده العاشره، تاخذ هاي الجمله تحولها لهاد زائد تصريف ثالث منفيه، اف هدى هاد انت لفت ممتاز، بروح على الجهه الثانيه was able to enjoy، تكون would have او could have مع تصريف ثالث. فهون couldn't اعطاني اياها منفيه، لا ما بتزبط، اذا غلط. طب يلا هاد لفت، لا مثبته، هاد لفت مثبته، هون هاد انت لفت منفيه، هون منفيه خليناها مثبته. اذا هون الجواب دي، وهذا طبعا لما اشرحه راح تعرفوه، هذا لانه فصل ثاني. القطعه it is normal to feel a bit of flu from time to time. هاي قاعده ايش؟ studies show that negative emotions، تذكرون الفصل الاول لأن إيش قاعدة ماشي حال are happier people healthier ماشي حال لو anger cancer كذا إلى آخر. نيجي على الأسئلة، يلا خلنا نذكركم فصل أول. The text mentions some possible effects of anger on someone's health. هل الغضب بيأثر على صحتنا؟ حكينا 100 مرة بيرتفع ضغط الواحد وبصير عنده مشاكل ماشي حال. هيا anger can also have harmful effects on health. When you see red نشوف بس السؤال مرة تانية، شو طالب منا؟ طالب من effects of anger on someone's health، أثر الغضب على صحتنا. يلا anger have effects on health when you see red. يلا عد your blood pressure is raised، بيرتفع ضغط دمك. You can suffer headache، بصيبك صداع. Sleep problems، مشاكل في النوم. Digestive problems، ومشاكل في الأكل، بتنسد نفسك صح ولا لا؟ كيف ما أقول لك اسم بدنك تنسد نفسك زي هيك. There are certain aspects that influence one's health، في أن عوامل بتأثر على صحتنا بشكل إيجابي. درايد داون تو بتأثر على صحتنا بشكل إيجابي، شو هو؟ يلا خلينا نشوف اللي بتأثر على صحتنا بشكل إيجابي. Other factors influencing health including supportive network of family and friends and an optimistic outlook on life. هيها العوامل، هيها supportive network of family and friends، علاقات طيبة مع الأهل والأصدقاء، وبرضو كمان تفاعل الحياة، وبرضه في كمان انهم بوزيتيفيتي. لكن احنا بدنا هذا السؤال، اذا هذا السؤال رقم 2، وهذا الجواب كان سهل وواضح ومباشر. سؤال رقم 3 find a phrasal verb that takes which means to start to be successful again after difficult time. تتحسن بعد ما كانت ايش وضع سيء، اللي هو ايش قلنا عنه sit back او bounce back، sorry bounce back. هي سؤال رقم 3 انك ترجع احسن من الاول. تمام. What are the two examples of bad life selection؟ شو العادات السيئة اللي احنا نعملها؟ عادتين تذكروهم، عادتين التدخين وعدم لعبنا الرياضة صح ولا لا؟ نروح هايها smoking ولاك of exercise. هاي سؤال رقم 4. والله أسئلة تبعت القطع يعني صف خامس بجاوبها يعني، بس إن شاء الله جاوب. سؤال رقم 5 it is said that هذا السؤال عجبني، تعرفوا ليش؟ احنا كاتبين في الدوسية انه الناس المتفائلة وضعها كويس، طب هون شو جاب لي؟ الناس المتشائمة عكس السؤال اللي حطناه. It is that pessimistic people do not make good and ايش good and healthy lifestyle choices. فكر في الجملة، احنا لما خدناها في الدوسية شو كنا كتبنا؟ الاوبتيمستيك بيبل انه بيعملوا اشي صحي، بيلعبوا رياضة، بيدخنوش بس وبيعصبوش، العكس. هذا صار عكس، وهسه رح نشوف اجابته كمان شوي، رح نورجيكم اجابته انه مكتوبة وجاهزة. Speaking foreign language it is claimed to improve the function of your brain in several different ways. هاي القطعة رح ناخدها في الوحدة السابعة من الفقرات الجدا حلوة وبتغلب شوي إذا ما كانت طالب انتبهها. The study that was carried out by Pennsylvania State University came out with the three main findings. وقلنا دائما أي دراسة عن طريق findings، findings معناها هنا دائما نتائج، وعطتكم إياها. About multilingual people، أعطيني ثلاث نتائج ماشي حال لإيش؟ للطلاب، للناس المالتيلينجوال. كم نتيجة بده؟ 3. نروح للمالتيلينجوال بيبل، هيا هيا state of verse multilingual people are able to switch between two styles of speech writing and structure quite easily. هاي جواب السؤال الأول، بس بدهش شيء عن مين الدراسة اللي عملناها أمين على المالتيلينجوال بيبل. هاي طبعا نسمع خطوة قطعة معي. The text mentions different benefits for learning new vocabulary and grammar rules. Write down two of them. إذا تعلمت القراءة إيش عندك هون؟ learning vocabulary grammar rules. روح دورها، صف الخامس يا جماعة، هيا طلعوا learning new vocabulary grammar rules. شو بتعمل؟ provide the brain with beneficial exercise which improves memory. بس هاي سؤال رقم 2، تعطيك إيش مفاهيم تمارين مفيدة وخاصة إيش في تحسين الذاكرة. هاي قطعة شوي ولا حقيرة مش بسيطة يعني. السؤال الثالث write down the sentence which states the effect of the skills one gains from learning foreign language.
شو المهارات بتكتسبها لما تتعلم لغه اجنبيه؟ يلا نروح على المهارات. هاي ذا سكيلز يو اوبتين فروم لان في الانجلاند ذيرفور كان ميك يو بيتر سبيكر اند رايتر ان يور اون لانجوج. والله صف رابع، بتعرف الصف الرابع بدور على الكلمه بجاوبها بلاقيها نفسها. السؤال الرابع ذيز على مين عاده؟ نروح ندور على ذيز يا جماعه، يلا نروح على ذيز. يلا حبايبي ذيز، هاي ذيز include recognizing different language systems. طيب ارجع بتلاقي عندك ايش هون unique challenges. These include recognizing different هاي challenges التحديات بتصيبك. هاي سؤال رقم اظن 5 ولا 4 4 اتوقع. نروح على السؤال الخامس speaking English confidently is an important goal for many students. suggest three possible ways to improve student speaking skills. عشان احسن لغتي الانجليزية كيف بدي احسنها؟ يلا احكي مع ناس، احكي خد كورسات، خد نفس الشهادة الرمحي بس بمزح مش تصدقوا. يلا نيجي على هذا السؤال راح نلاقي اجابتكم ان شاء الله. واللي بيعرف مصلحته بياخذ عنده، واللي بيعرف مصلحته ان شاء الله باخذ عنده ان شاء الله يا رب. وان شاء الله كل طلاب ان شاء الله بتكون عندهم فائل خير ان شاء الله حبايبي ولادي وبناتي. نيجي هون هذا زي بوز تو هير هيز سونج لسه ما اخذناهاش، راح تاخذوها مع الحصه الجاي يوم الثلاثاء. هاي يلا فايند ذا ورد ذا اباف لاين ويتش مينز فاست. اعطيني كلمه معناها فاست سويفت. هو أرد تولس ناس مين المستمعين؟ المستمعين راح أحكي لكم عنهم الساعة اللي هو the poet الشاعرة تذكروها عشان يوم الثلاثاء and يوم الثلاثاء نأخذها للطلاب التفاعلي والمسجل راح تنزل يوم الأربعاء and the female skylark قصيدة جدا جميلة راح نلعب فيها لعب the female skylark. هذا السؤال ما بيغيب عن امتحان الوزارة. ضل عندنا أسئلة التعبير نناقش عشان نشوف شو في عندنا أسئلة. يلا سوري استعجلنا نشوف عن ايش بحكي. انترناشونال توريزم هاي جابوها من وين؟ من قطعه اسمها اللي هو ان اور اكسبوز اند بوس من درس اللي هو في عن اللي هو الصادرات والواردات الاردن من ضمن الدخل القومي للاردن من السياحه. طبعا جابوا كلمه من الدرس وعملوا منها قبه، عملوا منها ايش تعبير. ذا انترناشونال توريزم از كونسيدرد مين فاكتور سبورتنج ذا ايكونومكس اوف سيرتن كانترز. السياحه هل تدعم الاقتصاد؟ طبعا سم بيبل بليف ذات ات اندرس ريسبكت اوف ذا جوفرمنت to maintain this industry. واحد بقول لك وعمل الحكومة هي لازم تنتبه على السياحة. others feel it is the responsibility of the citizens. في ناس بقول لك لا المواطنين. طبعا المفروض مواطن مع حكومة. right and instead discussing the which point of view you go with. هل أنت مع إن الحكومة تهتم والمواطن ملوش دخل ولا المواطن يهتم ملوش دخل؟ أنا مع الاثنين. الموضوع اللي بعدي. it is that good habits. يا الله هذا الدرس. get moving. عاداتنا الجيدة. our emotional physical social aspects عاطفيا وجسديا ما نزعل ما نعصب تذكروا والعب رياضه وما دخنش. واعطيني واحده من عاداتك الجيده وانك انت صغير العب رياضه بس ولا رياضة. نشوف الاجابات. هذا الاجابات كل جاوبنا ما في عليها مشكله ولا غبار ماشي حال. القطعه جاوبناها بس نحكي عن الكريتيكال ثينكينج البسيمستك بيبو حكينا dont make good and healthy life style ما بيعملوا شيء صحي ولايف ستايل تشويسز وذي سموك بدخنوا and don't exercise ما بيعمل don't do exercise. وهذا حكي وين اخذنا نفس السؤال بس ان في موجود في الدوسيه نص حرفي بس قام احنا حاطين اوبتيمستيك وهنا حاطه بسيمستيك. كيف تحصل على انك تصير عندك انجليزي كويس؟ living with native family تعيش مع عائله watching movies تحضر مثلا افلام ولسننج تو انجلش سونجز تسمع اغاني او اخبار وfind an english speaking person حاول تلاقي واحد انجليزي تعرف تحكي معه وتمارس اللغه. تمام نيجي على موضوع التعبير. خلاص خلصنا اليوم هذا الانترناشونال توريزم السياحه ما بدي احكي عنه كثير ليش لانه ما اخذناه لما ناخذ قطعه ايش اللي هي اكسبورت اند امبورت. لكن موضوع التعبير اللي بعديه بهمنا نحكي عنه. مش مكتوب للاسف مش مكتوب حاطين بس في راتنج موضوع واحد او موضوع واحد حاطينه. طيب هذاك موضوع بحاول نكتب اعطيكم اياه بس هذا من الفصل الثاني كان اريح وهذاك اصلا ما اخذنا زيه عشان يمكن مش مكتوب جيت موفينج. هيك يا برضه عليكم نكون خلصنا بث اليوم. يعطيكم الف الف عافيه ونلتقي ان شاء الله تعالى متى الأسبوع القادم على خير ونشوفكم ماشي حال في بث آخر.